المساجد هي بيوت ربنا في الأرض، عشان كده كان هم مؤسسة إكرام إن هي تبحث عن المساجد اللي محتاجة إحلال وتجديد عشان تهيئها لظروف العبادة للناس المحبة للعبادة. وحالياً شغالين على أكتر من مسجد عشان نفتتحهم قبل شهر رمضان المبارك. اللحظة اللي وانت بتحول قنوات التلفزيون إيدك تقف هنا على القناة وتشوف مؤسسة إكرام وهي بتقول لك مسجد محتاج تشطيب في مرحلته الأخيرة، اللحظة دي لحظة صادقة، انت ربنا سبحانه وتعالى اختارك انك تشوف الاعلان ده، محتاج منها تجاوب منك انك تقول انا فعلا هكون قد اللحظة دي وهتبرع وساهم في انشاء المسجد ده او تشطيب المسجد ده علشان يكون على احسن وضع وعلى احسن مستوى. مسجد الحمد اللي في عزبة الحيط بمركز جرجة في محافظة سوهاج محتاج مساعدتكم معانا، وواقف على مرحلة التشطيبات النهائية. مسجد الحمد في جرجة محافظة سوهاج في مراحل الأخيرة، عاوزين نخلصه في أسرع وقت نصلي فيه جميعا في رمضان. أوعدكم زي ما وعدت أهالي البلد قبل رمضان نشطب ونفتتح المسجد ده. ومسجد الداغر اللي في مركز طمة بمجهودكم معانا قدرنا نوصل للمرحلة دي. عايزين دعمكم معانا عشان نقدر نكمل تشطيب المسجد وعشان نفرح الناس الطيبين. ربنا يرزقنا وإياكم يا رب إن احنا ندخل صحبة إن شاء الله من باب الصدقة. وكمان مسجد الرحمن اللي في شندويل البلد بمركز المراغة قدرنا بمساهمتكم وتبرعات أهل الخير نوصل للمرحلة دي. مستنيين حضراتكم تيجوا تفتحوا المسجد بنفسكم وتفرحوا معانا، بنقول لكم شكرا، بنقول لكم جزاكم الله خيرا على ما قدمتم فيما سبق، ومستنيينكم بإذن الله جل وعلا لنكمل ما تبقى. للتبرع لمؤسسة إكرام على حساب مشروع حملة بناء المساجد من جميع مكاتب البريد 0218-713-4014-818. إكرام بالخير سبقين. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال إطعام الطعام وإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولا شك أن إطعام الطعام وأن الإنفاق وأن مساعدة المحتاج لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث من أطعم جائعا أطعمه الله من الجنة. اتبرع مع مؤسسة إكرام في حملة إطعام لأهالينا المستحقين بكرتون الطعام ب 300 جنيه أو اتبرع باللي تقدر عليه واغتنم أجر وثواب كبير. للتبرع لمؤسسة إكرام من أي مكتب بريد حساب رقم 021-87-13-4010-818 أو اتصل بنا على الأرقام التالية يصلك مندوبنا. إكرام بالخير سابقين. نعم ربنا علينا كتير قوي، من جملة النعم دي عايز أفكرك بنعمة لما بتكون موجودة ما بنحسش بيها، ولما بنفقدها في بيوتنا مدة قليلة بنحس بقيمتها، نعمة حنفية المية في البيت. أسر كتير بتعاني من فقد النعمة دي في بيوتها وكمان ضعف إمكانياتهم في شراء المية. وعايز أبشر الناس اللي بتسأل عن أفضل الصدقة والصدقة الجارية بحديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن أفضل الصدقة قال سقي الماء. خذ ثواب صدقة جارية مع مؤسسة إكرام وتبرع بوصلة مية ب3000 جنيه وارحم معاناة أسرة يوميا من هم الحصول على المية. بزكاتك وتبرعاتك مع مؤسسة إكرام هتغير حياة ناس كتير وترفع عنهم المعاناة اليومية وتسعدهم. إكرام بالخير سابقين. مؤسسة إكرام في بداية سنة جديدة بتدور على القرى المحتاجة لوصلة مية، وإحنا المرة دي وصلنا لقرية نجع محمد عبد العال مركز سألتة محافظة سوهاج. كلفة الوصلة 3000 جنيه وممكن تساهم بأي مبلغ تقدر عليه. للتبرع لمؤسسة إكرام على الحساب الوحيد لحملة سقيا الماء من جميع مكاتب البريد 0218-713-4011-818 أو اتصل بنا على الأرقام التالية يصلك مندوبنا أينما كنت. إكرام بالخير سابقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر ما اطمأنت إليه النفس، الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. هذا التوجيه جاء إجابة على هذا السؤال، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه رضوان الله عليهم في كل أمر يحتاجون إليه، وفي كل حكم يريدون بيانه، ويسألونه عما يكون خيرا لهم وأكثر ثوابا، وعن ما يكون فيه شر لهم أو عقوبة، ليأتوا الخير وليتحاشوا ما فيه عقوبة. فصاحب هذا السؤال وهو نواس بن سمعان يخبرنا أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمرين: الأمر الأول البر، الأمر الثاني الإثم الذنب. يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال، جواب الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، قال له: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ومعنى تفسير البر بحسن الخلق، الثمرة المترتبة على البر حسن الخلق، لأن كلمة البر كلمة عامة شاملة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المهتدون. يشمل البر كل أنواع هذه الأمور التي ذكرتها الآية، وجردت الآية البر من المعنى الشكلي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، وذكر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره.
فصل البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال. إذن شمل البر العقيدة من آمن بالله واليوم الآخر، وشمل البر الأعمال من إعطاء الفقير والمسكين ومنها قيام الصلاة، أداء الصلاة، وإلى آخر العبادات التي ذكرت في الآية. فلماذا الحديث جاء بهذا التعبير مع أن الآية ذكرت أنواعا كثيرة؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، وذكرت العبادات والصلاة وإعطاء المساكين. ذكر البر في الحديث بثمرته المترتبة على أداء ما اشتمل عليه، أي أن من قام بما اشتمل عليه البر من الإيمان بأركانه وأنواعه، ومن إعطاء المحتاج ومساعدة المحتاج، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والوفاء بالعهد، والصبر في البأساء والضراء، يكون شاملا لكل هذا. إذا أدى كل هذا أثمر ذلك عنده الخلق الحسن. البر حسن الخلق، فعرفه بالثمرة والنتيجة المترتبة عليه. وأما الإثم الذي سأل عنه فلم يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعاصي الظاهرة المعروفة، كان من الممكن أن يقول له الإثم أن ترتكب الفاحشة، الإثم أن تأكل من حرام، الإثم لا، عرفه بما فيه من تعفف وبما يبين أنه قد يحيق في الصدر ويتردد في قلب الإنسان أمر، يا ترى أفعله أم لا أفعله؟ ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع علي الناس، تكره أن يراك الناس على هذا العمل أو على هذا السلوك، فهذا يعتبر إثما، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه.
على هذا النحو كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه فيما ينفع وفيما يضر، وفيما هو طاعة وفيما هو معصية، وفيما هو بر وفيما هو إثم، ليفعلوا ما هو بر وليتركوا ما فيه الإثم. ومن هنا ندرك أهمية حرص المجتمع الإسلامي على ما فيه النفع وعلى ما فيه الخير وعلى ما فيه السعادة دنيا وأخرى. والبعد عما فيه ضرر يضر بالإنسان أو يضر بغيره فهي دعوة إلى الطاعة بصفة عامة، إلى البر بصفة عامة، إلى المساندة والتعاون بصفة عامة، إذ أن حسن الخلق الذي هو ثمرة أنواع البر لا يتأتى إلا لمن يفعل الخير ومن يعين غيره على الخير. فعلينا أن نتعاون على الخير وأن نعين أنفسنا على الخير. فالبر حسن الخلق، ومن حسن الخلق الذي هو ثمرة البر أن نقوم بأداء الفرض وأداء النفل وما وجب علينا وحتى ما لم يجب علينا، لكن فيه ما فيه من نفع الغير وبذل الخير للغير. كل هذه أمور لا بد أن يتعاون المجتمع الإسلامي عليها، وأن يتكاتف ويتضامن ويتساند عليها. أن ننفس كربة المكروب، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فلنعن إخواننا المحتاجين، ولنعن المجتمع بأسره، حتى نكون من أهل البر ومن أهل حسن الخلق الذين يسعدون في دنياهم وفي أخراهم، ويثيبهم رب العزة على عمل الخير الذي يقومون به، وعلى المساعدات التي يؤدونها، وعلى حسن الخلق الذي يتحلون به، يثيبهم على ذلك الخير الكثير والثواب الجزيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فدان الخير. في سنة 2023 حققنا إنجازات ضخمة في مشروعكم، مشروع فدان الخير، وده بفضل الله ثم تبرعاتكم وثقتكم في مؤسسة إكرام. زرعنا 500 فدان محاصيل اقتصادية متنوعة زي القمح والبرسيم الحجازي ومحصول البطاطس، وتم صرف إنتاجها على مشاريع خيرية كتير، وكانت سبب في مساعدة وفك كروب ناس أكتر، وده بإخلاصكم لله جل جلاله. فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منكم وأن يغير أحوالكم من حال صحراء غرداء إلى حال كلها خير. النهاردة وإحنا في سنة 2024 عايزين نكمل طريق الخير اللي بدأناه مع بعض، ونكمل زراعة 3000 فدان عشان أهالينا وإخواتنا المستحقين، عايزين نساعدهم ونكبر بخاطرهم. عندنا 3000 فدان مخصصة لمؤسسة إكرام. عايزين 3000 فدان كلها بإذن الله رب العالمين
نقدر ان احنا نخضرها ونزرعها. فدان الخير الرع بتاعه هيطلع لكل مواسم الخير وافعال الخير من مؤسسة اكرام. النهارده بنادي على حضراتكم مرة تانية عشان نكمل مرحلة واثنين وثلاثة ونكمل، لان عندنا 17 مرحلة عايزين نخضرهم باذن الله جل وعلا. فدان الخير من اهم الانشطة عندنا في مؤسسة اكرام، بل هي من احب الانشطة اللي حضراتكم شاركتوا معنا فيها. جد بما تستطيع، الفدان الواحد ب40,000، القراط الواحد ب2,000 جنيه. شوف حضرتك هتقدر تشارك بإيه عشان خاطر نسعى في قضاء حوائج الفقراء والمساكين. خيركم في فدان الخير مستمر طول السنة، همتك معانا لسه 17 مرحلة في مشروع فدان الخير. للتبرع لمؤسسة إكرام على حساب مشروع فدان الخير من جميع مكاتب البريد 0-218-713-4-13-818. إكرام، بالخير سبقين. النخلة شجرة طيبة، خيرها كثير، رزقها وفير، إنها أيقونة الحياة، مصدر للعطاء المستمر. النخيل يجري عطاؤه ويجري ثوابه للإنسان بعد الموت. لأجل ذلك تقدم لكم مؤسسة إكرام فرصة ذهبية في مشروع وقف النخيل. تبرعك لمؤسسة إكرام بصق تشتري به نخلة توقف لك في سبيل الله، ينفق ثمرها ونتاجها من كل نتاج لها، قيمة الصق 5,000 جنيه. لذلك قررت أن أكون متطوعا مع هذه المؤسسة الجديرة بالتعاون معها. اللهم أعطي منفقا خلفا. اتبرع مع مؤسسة إكرام بصدقة جارية في مشروع وقف النخيل، قيمة الصك 5,000 جنيه، أو اتبرع باللي تقدر عليه. اتصل على 17-047 يصلك مندوبنا. في كل مكان محتاج المية، ومهما كان بعيد بتبرعاتكم هنقدر نوصل له. مستمرين في حفر الابار، لسه عندنا مئات بل الاف البيوت محتاجه ابار زي دي عشان تجمع ميه المطر وتغنيهم عن العطش وعن سؤال الناس الميه وعن ان هم يروحوا يجيبوا ميه مكان بعيد. ما من احد من الاهالي نساله نقول له انتوا محتاجين هنا ابار قد ايه الا لما يقول لك ياما، احنا محتاجين 100 بير 200 بير 300 بير، ما بديلكش عدد محدد. ده كنايه على ان الاهالي هنا محتاجين. اذا كنا عملنا رقم في سنة 2023، الرقم ده عايز يضاعف في 2024. احنا اللي محتاجين للصدقة مش هم، احنا اللي محتاجين ان احنا نقدم لنفسنا، احنا اللي محتاجين ان احنا نطهر اموالنا ونزكي انفسنا، احنا اللي محتاجين ان احنا نتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى. تخيل الخير اللي هتكون سبب فيه لو شاركت في حفر بير ينفعهم سنين قدام. شارك بصدقتك او بصدقتك الجارية في حفر بير تكلفته 25,000 جنيه. دايما نناشدكم ونقول دايما ايديكم في ايدينا، عايزين الصحراء دي نملاها ابار. اوعى تسوف، اوعى تتاخر، خليك دايما مع السابقين بالخيرات زي ما هو شعارنا دايما بالخير سابقين. للتبرع لمؤسسة إكرام على الحساب الوحيد لحملة سقيا الماء من جميع مكاتب البريد 0-218-713-4-11-818. إكرام، بالخير سبقين.